الرسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن الليزر والعناية بالبشرة مع اختصاصية الليزر والعناية بالبشرة سندرس باجي في لافي كلينيك في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. إذن العناية بالليزر والبشرة مع اختصاصية الليزر والعناية بالبشرة السيدة سندس. السلام عليكم أخت سندس. وعليكم السلام، مرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. طيب نتكلم بالبداية عن إزالة الشعر وعن طبعا أجهزة الليزر المختلفة لإزالة الشعر، وهل هذه الأجهزة أو الليزر هل هو آمن، وكيف يتم تحضير الشخص أو السيدة أو الفتاة التي ترغب بالتخلص من الشعر غير المرغوب به؟ تفضلي. طبعا هلأ يعني كل الناس رغبة في التخلص من الشعر الزايد، وأسهل وأحسن الطرق وأضمن هي الأجهزة الليزر. والتقنيات اللي بنستخدمها في عيادة لافي هي تقنية آمنة وسريعة المفعول. طبعا في عنا الليزر المناسب للشعر الناعم، في عنا الليزر المناسب للشعر السميك وللبشرة الغامقة كمان، في موجة الألكسندرايت وفي موجة الأندياك، والاثنين يعني بيعملوا على إزالة الشعر سواء الخفيف أو السميك. نعم، وهو آمن يعني. نعم. طيب كيف يتم عادة تحضير أخذ سندس؟ أوكي، أول شيء نقعد مع المريضة وتكون في استشارة. طبعا في أسئلة بنسألها، إذا هي المريضة يعني يمكن أن تعمل ليزر أو لا يمكن. طبعا الاستشارة بتكون أول شيء. إذا المريضة فيها تعمل الليزر، نبدأ مرحلة التحضير اللي هي أول شيء إزالة الشعر بطريقة يعني الشيفينج. نعم. ثم التخطيط، ثم نبدأ جلستنا. وطبعا يعني البيشنت نعطيها نصائح شو بتعمل قبل الليزر وبعد الليزر لسلامة بشرتها. فمن نعم. أهم النصائح نعطيها للبيشنت إنه بعد ما تخلص الجلسة رح يكون في حمار بسيط بس بيروح خلال ساعات. نعم. فهي خلال هالساعات بتكون يعني محافظة، يعني ما تطلع بالشمس، تبعد عن أماكن الحارة لسلامة بشرتها يعني. نعم، وطبعا هذه المعلومات يجب على كل شخص يعني أن يذهب إلى أي مركز من مراكز التجميل أو العيادات أن يعرف بهذه المعلومات. التحضير الجيد يؤدي دائما إلى نتائج جيدة. وبعد الانتهاء من الجلسة مثل ما ذكرت الأخت سندس، هناك بعض النصائح حتى طبعا يلتزم فيها الشخص حتى ما يتعرض لأي تأثيرات جانبية. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا إذن عن إزالة الشعر بالليزر والعناية بالبشرة، ومعنا اختصاصية الليزر والعناية بالبشرة سندس باجي في لافي كلينيك في دبي. من الرسائل التي وردت عبر الرسائل النصية القصيرة، كيف يتم معرفة الليزر الممتاز؟ من ناحية يعني المريض كيف يعرف الليزر الممتاز؟ اوكي، احنا اول شيء من اهم يعني الاشياء بنعملها الاستشاره، بنعمل تيست يعني للبيشنت، انه بنعمل له تجربه في يعني البيشنت قبل ما يدفع او قبل ما يقرر بنعمل له تجربه. اوكي. نعم. وهو من هالتجربه بيشوف اوريدي النتيجه يعني خلال الاسبوعين، بيشوف انه الشعر ما طلع، انه سكين تبعه ما صار فيها شيء، فهو هيك بيطمن يعني. نعم. انه احنا عندنا ليزر ممتاز يعني. نعم. طيب، وكمان عندنا تقنية التبريد هي كثير مهمة، انه ببرد الجلد حتى البيشن يعني هو بيعمل الجلسة بيكون مرتاح ما بيحس بالألم. نعم. طيب عادة كم يعني جلسة أو ما هي الفترة الزمنية التي تفصل بين الجلسة والجلسة التي تليها، سواء كنا نتكلم عن الإناث وأيضا سواء كنا نتكلم عن الذكور أو الرجال، لأنه كثير من الأشخاص حاليا يقومون بتحديد اللحية على سبيل المثال، وأيضا التخلص من الشعر في بعض الأماكن من موضوع طبعا النظافة والاهتمام بصحة الجسم. طبعا هي اجمال يعني الدراسات المعموله بتقول انه من 6 الى 8 جلسات يعني. نعم. بشكل عام وبشكل خاص يعني احنا بنتابع مع المريض، يعني بتختلف انه الحالات يعني حسب كل شخص وجسمه وهرموناته.
هذا احنا بعد ما نخرج الجلسات بنشوف اذا البيشن لسه بيحتاج او ما يحتاج، بس اجمالا 6 تو 8 سيشن، يعني 6 الى 8 جلسات، والمده بتكون من شهر الى شهر ونص بين كل جلسه وجلسه. نعم، وطبعا هذه ايضا تختلف حسب مثل ما ذكرتي لون البشره ولون الشعر. طبعا لما تكون الشعره خفيفه بتاخذ وقت اكثر، يعني لا تتاثر يعني تروح يعني بالليزر. الشعره السميكه والسوده امتصاص بيكون اعلى، فبيحصلوا دائما نتائج احسن يعني واسرع. طيب بالنسبه لي طبعا الشاب، هناك رساله الشعر الابيض، هو للاسف الشعر الابيض ما بيروح بالليزر، لانه الليزر يعمل بتقليد امتصاص اللون الغامق اللي هو بيكون فيه ميلانين بالشعره. كل ما كانت الشعره سودة اكثر كل ما امتصاص يكون اسرع، كل ما كانت شعره افتح بيكون اقل امتصاص. فطبعا الشعره البيضاء ما فيها اي لون فما حيكون في امتصاص. في تقنيات ثانيه لازاله الشعر الابيض بس مش الليزر. نعم. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. وأيضا نرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفتنا السيدة سندس باجي، اختصاصية الليزر والعناية بالبشرة في لافي كلينيك في دبي. طيب مثل ما هناك أجهزة لإزالة الشعر وأيضا للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه، هناك أيضا أجهزة ليزر للعناية بالبشرة، وهناك جهاز أو تقنية الليزر الكربوني أيضا. أيوة، في عنا كمان تقنية ليزر الكربوني، هذا للعناية بجمال البشرة ونظرتها وتألقها. طبعا الناس اللي بتعاني من أثر حبوب، من بشرة دهنية، من مسامات واسعة، كلهم فيهم يعملوا تقنية الليزر الكربوني لأنه بيعمل على إخفاء هاي المشاكل. وطبعا من أهم شيء اللي بيعملوا الليزر الكربوني بيحفز الكولاجين، لأنه في موجة قصيرة وموجة طويلة. موجة قصيرة بتعمل على تجديد الجلد وإعطاء النضارة، والموجة الطويلة بتعمل على تحفيز الكولاجين. طبعا الكولاجين لما يزيد عنا في البشرة بتزيد النضارة وهاللمعة والنظرة هيك الشبابية الحلوة اللي بيتمناها كل حد. طبعا ننصح هلا كل اللي بيعانوا من مشاكل الدهون والمسامات يسووا ليزر الكربوني. طيب كيف ايضا التحضير، كيف الاجراء، كيف تتم الجلسه ايضا لو سمحتي؟ ايوه، الجلسه كثير يعني سهله وبسيطه، يعني ما بتاخذ وقت، يعني من نص ساعه الى 40 دقيقه الجلسه بتكون. امن في اي شخص يعني يروح شغله بعد الجلسه مباشره، ما في حمار كبير، ما في اي افكت يعني. نعم. فالجلسه كثير سهله، مدتها نص ساعه، والبيشن يعني بنخليه 20 دقيقه بالماسك، وبعدين بنشتغل حوالي ربع ساعه بالليزر بالتقشير وتحفيز الكولاجين. نعم، القناع يتم يعني وضع قناع قبل الجلسه. طبعا نعم. لازم نحط القناع قبل ما نبلس الجلسه. نعم، وطبعا ايضا نقول دائما يعني من حق المريض وبين قوسين حتى ازمن، لانه ليس بمريض يعني من يرغب بازاله الشعر او ما شابه ذلك، من حقه ان يعرف كل المعلومات المتعلقه بالجهاز وايضا بالجلسه وكم جلسه يحتاج، مده الجلسه، اذا كان هناك تاثيرات جانبيه كيف يمكن التعامل مع هذه التاثيرات الجانبيه لو حدثت. فطبعا هذا دائما نقول من حق المريض ان يعرف كل هذه المعلومات، طبعا مهم جدا. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الليزر والتخلص من الشعر غير المرغوب به والعناية بالبشرة مع اختصاصية الليزر والعناية بالبشرة سندس باجي في لافي كلينيك في دبي. هناك طبعا من يسأل عن رقم الهاتف أو العنوان من أرسل هذه الرسالة، طبعا زميلتي ميرا في التنسيق ستقوم بالتواصل وتزويدكم بالمعلومات حول رقم المركز أو حتى الاختصاصية الليزر. إذن بعد الفاصل نتابع حديثنا عن العناية بالبشرة والليزر، وتكلمنا عن التخلص من الشعر غير المرغوب به، وأيضا عن موضوع الآخر هو الليزر الكربوني. سنتابع الحديث عن علاج التصبغات وأثار الأشخاص الذين يعانون من أثار حب الشباب، لكن بعد الفاصل، فاصل قصير، فابقوا معنا. أخت سندس السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم، الأسئلة التي وردت قبل ما نتكلم عن أثار حب الشباب وأيضا التصبغات عبر الإنستغرام، الأخت حصة تسأل: السلام عليكم، ما هي الأجهزة الآمنة للحامل لتنظيف البشرة، وهل الليزر آمن؟ نتكلم هنا عن الحامل. بالنسبة للحوامل يعني هو آمن إلى درجة معينة، بس يعني كاحتياطيا إنه يفضل إنه الحامل لا تعمل ليزر، يعني نعم يعني ليزر إزالة الشعر. بس في طبعا تنظيف بشرة آمن للحامل أكيد، يعني حسب المواد اللي بنستخدمها، في أشياء آمنة وأشياء يعني نفضل إنه نتجنبها في الحامل. نعم طيب، هناك أيضا من يسأل عن قيمة كل جلسة. طبعا فيما يتعلق بالأسعار يمكنكم التواصل عبر المركز مباشرة لافي كلينيك، ويعني يزودكم بالأسعار وكل المعلومات المتعلقة بأيضا الخدمات. طيب السؤال الآخر هو ما يتعلق بالأشخاص اللي بيعانوا من آثار حب الشباب وأيضا التصبغات، ما هي الطرق المتاحة للعلاج؟ تفضلي. أوكي. طبعا التصبغات الجلدية هي فيها أنواع، بيكون في أسبابها من الشمس أو من الحمل أو وراثي إلى آخره. إحنا بنحدد طبعا نوع التصبغ وبنحدد يعني العلاج، بس في الأغلب يعني إحنا بنلتجأ إلى علاج تقشير أحمض الفواكه. كنا بنعرف قديش الفواكه مفيدة لبشرتنا، فهي نفسها أحماض الفواكه بنطبقها على الجلد بتركيز معين، فبيصير تقشير وبيصير تفتيح للون البشرة. فتقريبا تاخذ لها 4-5 أيام البشرة في مرحلة التقشير. بعد التقشير بنلاحظ أنه التصبغات خفت وتقريبا بتروح يعني مع الجلسات. نفس الشيء لموضوع حب الشباب في تقشير أحماض الفواكه. في عنا كمان أشياء ثانية مثل ميزوثيرابي بالدرماتين، نفس الشيء فيتامينات للتفتيح ولا تخلصنا يعني من التصبغات ومن أثار حب الشباب. تكون كمان جلسات بالعيادة، كمان بنحدد الجلسة حسب يعني الحالة. نعم. طيب ممكن رسالة أيضا تقول ممكن تتكلمون عن جهاز هايفو. أوكي، بالنسبة للجهاز هايفو هذه تقنية شد الوجه بيسمونها البديل الجراحي، يعني التي طورت الأجهزة لدرجة أنها صارت تعمل شد للوجه والرقبة بتقنية يعني الهايفو. هي التقنية اسمها هايفو. أوكي. هي إلترا ساوند ديب، بتعمل على رفع الماسلز بالوجه. فكمان هي بتكون جلسة واحدة كافية إنها تعطينا نتيجة يعني شد للوجه، بس الجلسة ما تبين مباشرة بعد الجلسة، بتبين في خلال 3 أشهر بعد الجلسة. نعم. طيب رسالة أيضا أخرى تقول: أنا لدي في فراغات في الذقن، وأيضا أسأل عن علاج أو تساقط الشعر. نعم طبعا كمان علاج تساقط الشعر هو مشكلة شائعة يعني موجودة عندنا في تساقط الشعر، وفي اللي يوصل لمرحلة الصلع. في ناس بتلتجأ هلا لزراعة الشعر، فأحنا عندنا كمان البديل اللي هو كمان الميزوثيرابي، في فيتامينات بتركيز وتركيبة معينة بعماول النمو اللي هي يسمونها الجروث فاكتور. هي كمان تنحقن على فروة الرأس بالطريقة الستامبينج. بعد 5 جلسات بعد ما يخلص يعني المريض جلساته بيبدأ يلاحظ إنه في نمو جديد للشعر، فبيطلع نمو جديد لأنه هالفيتامينات بتقوي البصيلة وتعطيها يعني الفيتامين اللي تحتاجها، فترجع الشعر تنمو من أول جديد وترجع بشكل أقوى وصحي أكثر. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو، وموضوعنا عن العناية بالبشرة والشعر مع السيدة سندس باجي اختصاصية الليزر والعناية بالبشرة والشعر في لافي كلينيك في دبي. طيب في مثل هذه الأيام يعني وبسبب تغيرات الطقس تتعرض البشرة لبعض العوامل المؤثرة بشكل سلبي، ماذا تنصحين للحفاظ على صحة وسلامة البشرة؟ طبعا بشرتنا يعني بيمر عليها فصول ويعني عوامل بتخليها يعني تتأثر مثل الشمس مثل الرطوبة، وهلأ بيكون في كمان فصل الشتاء شوية بيكون جفاف بالبشرة. فطبعا احنا بننصح دايما ان نهتم ببشرتنا لانه هي بشرتنا هي مرايتنا، يعني انه
فهي شيء مهم كتير. فالآتناء اليومي متكرر بالغسول والتونيك، كمان التردد على يديه يعني لا يفحصوا بشرتهم، لانه كمان البشره اذا ما اهتمينا فيها فبعدين يصعب علاجها. فمن الاحسن انه نعالج المشكله في اول في بدايتها في اولها. فاول شيء الغسول اليومي والتونيك والسان بلوك اذا طلعنا للشمس كثير مهم، واقي الشمس يعني دائما ننصح فيه خاصه بالصيف ولما تكون في شمس، فهذا اكثر نصايح يعني ممكن يعني تفيد بشرتنا. نعم. طيب أيضا الرسالة الأخرى بالعودة إلى الفراغات في الذقن اللي بعض الأشخاص يعانون منها، كم جلسة يحتاجون سيدة سنوس؟ طبعا كمان الفراغات اللي بالذقن هي من أسباب سقوط الشعر. فراغات نفس الشيء، نفس العلاج اللي بنعطيه لتساقط الشعر فينا نعطيه للذقن، وكمان بيرغى يطلع شعر في الذقن، نفس الميزوثيرابي اللي هو الجروث فاكتور. نعم. طبعا دائما نركز ونقول بأن صحة وسلامة البشرة والشعر أيضا تبدأ من الداخل، بمعنى علينا أن نهتم بالتغذية الجيدة، تناول الكثير من الخضار والفواكه وأيضا الحبوب الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات التي تحتاجها البشرة والشعر، وليس فقط العناية من الخارج. رسالة أخرى تقول عبر الإنستغرام: ماذا عن الجفاف بالوجه والشفايف حينما يكون هناك جفاف في البشرة؟ أيوة. طبعا أكيد الجفاف بيكون يعني سبب الطقس، بس كمان زي ما أنت لمحت دكتور إنه من الداخل، يعني إنه نقص شرب المي، التغذية غير سليمة، إنه قلة أكل الفواكه، هذا كله كمان بيؤدي إلى جفاف. فأول شيء بنصح إنه بشرب المي، أكل أكثر عدد ممكن من الفواكه يعني، وهذا بيؤدي إلى ترطيب البشرة. ومع هيك لازم نرطب كمان من برا، يعني إنه ترطيب يومي للشفايف والوجه يعني شيء أكيد. يعني بنصح كل شخص إنه يرطب بشرته بشكل يومي، يعني حتى ما توصل لمرحلة جفاف اللي توصلنا لمشاكل ثانية. نعم. أيضا رسالة أخرى عن الليزر الكربوني، موضوع الجلسة، كم جلسة يحتاج الشخص، وما الفترة الزمنية التي تفصل بين الجلسة والجلسة التي تليها؟ يعني هي جلسة كربون واحدة كافية تعطينا نتيجة، بس إذا في مشاكل معينة بالبشرة بعد الفحص بنحدد، يعني إجمالا بتكون من 4 لـ6 جلسات، والفصل بين الجلسات بيكون مدة أسبوعين. نعم. ودائما نقول طبعا يعني لكل شخص حالة خاصة، وطبعا من خلال التقييم مثل ما أيضا ذكرتي في بداية الفقرة، من دائما التقييم تقييم حالة الشخص، ومن ثم يتم تحديد الخطة العلاجية وأيضا الوقائية المناسبة لها. هناك أيضا رسالة أخرى عبر الإنستغرام: هل تنصحون بأي كريمات معينة؟ طبعا يعني لا ننصح يعني بشكل عام باسم تجاري معين، لكن هناك نصائح عامة أخت سندس. نصائح عامة بالنسبة للكريمات، طبعا اللي بتكون بشرته دهنية أكيد رح ياخد كريم مرتب، يكون مثلا بيز واتر، يعني ما يكون يعني ريتش بالأويلي. العكس اللي بتكون بشرته جافة بياخد كريمات بتكون ريتش يعني بالأويل بالزيوت. فطبعا هذا احنا كمان بعد الاستشارة احنا بنحدد شو الكريم المناسب لكل بشرة يعني. رسالة تقول: أيهما أفضل، الميزوثيرابي أم البلازما؟ كلياتهم يعني عنده دور معين، يعني البلازما زي بنعرف هي بتكون يعني البلازما من دمنا يعني ترجع نحقنها على بشرتنا، هي بتعطي نظارة معينة. كمان الميزوثيرابي بيكون مصادر الفيتامينات بتكون يعني من الطبيعة، من الفروت، من الورود، من بياخذون إكستراكت يعني. نعم. فكمان بتكون إلها يعني فعالية من نوع ثاني. طيب يعني خلينا ننصح نصائح أخيرة قبل ما نختم بدقيقة واحدة. طبعا يعني كيف يمكن أن نحافظ دائما على نظارة البشرة؟ وطبعا نتكلم، هناك رسالة أيضا تقول قبل ما نسأل هذا السؤال أو ننصح: هل هناك أي تأثيرات سلبية للليزر، يعني بمعنى تقلل الشعر؟ بالنسبة للليزر آمن وما في أي أثار جانبية. الشعرة يعني البصيلة بتحترق وتموت وبعدين بتنزل بتسيح، تتسكر يعني المسام ومظهر الجلد يتحسن. الشيء الوحيد اللي بنصح بيه إنه عدم التعرض للشمس أو للحرارة بعد الليزر. إذا يعني الشخص اللي يعمل ليزر يحافظ بعد الجلسة فهو آمن بإذن الله. نعم. ما في أي مشاكل.
طيب، نتمنى دائما الاهتمام بصحة وسلامة الجسم بشكل عام وأيضا بناحية البشرة بشكل خاص والجلد والشعر، ونذكر أيضا بأهمية الإكثار من تناول الماء لأنه أيضا الماء مفيد جدا، وأيضا مثل ما حكينا الخضار والفواكه الطازجة والحبوب والأسماك لأنها أيضا غنية بالعناصر الغذائية طبعاً المفيدة لسلامة البشرة والشعر وأيضا ملحقات الجلد حتى الأظافر يعني. وكل الشكر لاختصاصية الليزر والعناية بالبشرة سندس باجي في لافي كلينيك في دبي. سيدة سندس، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا، أهلا وسهلا فيكم في اللافي كلينيك، وأي استفسار أو استشارة يعني أهلا وسهلا فيكم. شكرا.